سلام عليكم أصدقائي، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية يا رب. اليوم إن شاء الله راح نبدأ محاضرتنا على بركة الله، المحاضرة الثالثة من سلسلة محاضرات التعديل عبر برامج الأندرويد، تعديل الصور عبر برامج الأندرويد. وأخذنا بالمحاضرات السابقة الأدوبي فيكس والأدوبي ميكس، واليوم إن شاء الله راح نتطرق لقسم آخر من تعديل الصور اللي هو قسم تعديل الألوان، اللي راح ناخذ به الفوتوشوب إكسبرس وأيضا ناخذ به اللايت روم. بالنسبة للبي اس كاميرا اللي هو الفوتوشوب كاميرا ما راح نقدر ناخذه، لانه اغلبكم ما نزلوه او اغلبكم ما قدروا ينزلوه. اليوم راح نتكلم بشكل عام عن تصحيح الالوان وعن المصطلحات اللي هي المصطلحات العامة اللي تشمل كل البرامج اللي تعدل الالوان. ممكن تشوفها بالبرامج المونتاج، برامج التعديل، ببرامج الرسم، ببرامج التصميم، بكل هاي البرامج نقدر نشوف نفس المصطلحات مال تصحيح الالوان، لانه هي تكون مصطلحات عامة ومشتركة. فاللي راح يتعلم هاي المصطلحات اليوم هنا اشوفها تطبق في اغلب البرامج، وحتى في برامج الحاسبه مو فقط في برامج الفون، لانه راح نتكلم بشكل عام. نبدا بالاكسبرس. اول ما افتح ادوبي اكسبرس راح يفتح لي مجموعه الصور اللي عندي بداخل الجوال، وايضا طبعا بالمناسبه راح يعني يطلب من عندي تسجيل دخول مثل بقيه البرامج، فاسجل دخول باي ايميل وراح يبدأ يفتح لي كل الصور اللي موجودة عندي بالجوال. فراح اختار صورة معينة مثلا، افتح لي الواجهة الخاصة بالتعديل. طيب عندي مجموعة ادوات فوق وعندي مجموعة ادوات اسفل الشاشة. الادوات الفوق طبعا عبارة عن الشير اللي اقدر اشير من عند الصورة، اللي موجود ايضا في بقية برامج ادوبي اللي اخذناها قبلها اللي هو ادوبي ميكس وادوبي فيكس، كلهم يحتوون على الشير، وهذا ايضا يحتوي على الشير اللي اقدر من عنده اسيف الصوره. وعندي هذه الايكون ايضا شايفيه بالادوبي فيكس اللي هي تبين لي الصوره الاوريجينال، الصوره القديمه والصوره المعدله. وعندي هذا الزر اللي هو زر الاوتو، اذا اضغط عليه راح بشكل اوتوماتيكي هو يحاول يعدل الصوره وينطيني النتيجه اللي يشوفها هو مناسبه. تلاحظون انه بضغطة واحدة يحاول يعدل الصورة. وزر الريدو والاندو اللي اتراجع خطوة واتقدم خطوة. هذه بالنسبة طبعا زر الرجوع اللي يرجعني على شاشة الصور. هذه بالنسبة لمن؟ بالنسبة للادوات اللي على الشاشة. طيب بالنسبة للادوات والاقسام اللي موجودة اسفل الشاشة راح نتناولها ان شاء الله قسم قسم. عندنا اول شيء راح يكون عندنا هذا الايكون الاول، والايكون تشوفون عبارة عن مجموعة ايكونات. الايكون الاول هو ايكون للفلاتر الجاهزة، من اضغط عليه يطلع لي بهالشكل مجموعة فلاتر لونية، اقدر اطبق واحد واحد واشوف الفرق واختار اذا شفت فلتر مناسب والنتيجة اللي انا اريدها. وايضا اقدر اخفف من التأثير، يعني مثلا شفت التأثير عالي مال هذا اقدر اخفف او ازود تأثير الفلتر. فمجموعة الفلاتر اللي تشوفوها، وايضا اكو مكاتب لهاي الفلاتر تشوفون فوق نورمال فري تشارم، هذني عبارة عن شنو؟ عبارة عن مكاتب تحتوي على مجموعة من التعديلات اللونية. مثلا هذا الفلتر اشوفه جميل ولكن اريد اقوي او اخففه بهالطريقة هاي اللي تشوفوها. هذه بالنسبة للافكتات الجاهزة بها مكاتب سبلاش، مكاتب كبيرة تشوفون. طيب هذا بالنسبة للأيقونة الأولى أو القسم الأول من البرنامج. طيب ثاني واحد اللي هو مكتوب عليه بيتا. ليش بيتا؟ لأن هذا عبارة عن قسم تجريبي إلى الآن ما أصدروه بشكل كامل. هذا ينطيني تأثيرات على الصورة، تأثيرات أوفرلير اللي هي تأثيرات عامة فوق الصورة، يضيف لي لمعات، يضيف لي بريق بهالطريقة اللي تشوفوها أنتو. وايضا اقدر اخفف التأثير او اعلي. وايضا بمجموعة مكاتب بوكيه، مجموعة مكاتب جيدة اقدر استخدمهم اقدر ما استخدمهم حسب رغبتي وحسب اللوك اللي انا دي ابحث عنه. عندي الايكون الثالث، كنا نعرف هذا السامبل او هذا الايكون اللي هو شنو؟ ايكون الكروب اللي اقدر عن خلاله او من خلاله اقدر اقطع الصوره او احدد شكل القطع اللي انا اريده بها، وهذا موجود بكل البرامج واشتغلنا عليه بكل التطبيقات. وايضا عندي الاسبكت ريشيو، عندي الروتيشن
طيب اذا اردت اسوي روتيشن للصورة، وعندي ترانسفورم اللي هو شنو اذا اردت اغير زاوية الصورة بهالطريقة. وهذا طبعا يفيدنا هواية بيبا، يفيدنا بالتصوير المعماري. اوكي المعماري، لما انا ما اقدر اكون بمستوى البناية فراح اصورها مثلا من الاسفل، فراح تبين عندي مائلة وصار بيها ديستورشن، فاقدر اعدل الديستورشن من قائمة ترانسفورم. اوكي اذا تشوفون انه اقدر البلين نفسه اقدر اسوي روتيشن، وايضا البلين على الواي وعلى الاكس. اوكي البالانس هذا يسوي لي اوتو، يعني بشكل فول اوتو طبعا اكو بالانس. الفول اوتو طبعا اذا كان عندي واضحة الخطوط مال البناية وبها ميلان فراح يحاول يصححها بشكل اوتو. عندي القائمة الثالثة وهي القائمة اللي راح اتكلم عنها اليوم بكثرة، اللي هي قائمة الكوركشن او الكولر كوركشن، التصحيح اللوني. هذه القائمة اللي هي الرابعة عفوا، اول واحدة قلنا فلاتر الجاهزة، والثانية الاوفرلير اللي هي التأثيرات، والثالثة الكروب، ورابعا راح تكون شنو، راح تكون الكولر كوركشن. نرجع على الكولر كوركشن، خلينا نخلص هاي القوائم البقية، راح نروح لقائمة اللي هي نفس ادوبي فيكس. تلاحظون مثلا اكو هنا حباية اقدر اضغطها تروح. طيب هنا نوع الفرشة او حجم الفرشة، تلاحظون نقرة واحدة تحاول توخر لي هذه، ولكن مو دقيقة. شوفوا هسه هاي مثلا، تحاول توخر لي اذا اكو حبوب او اشياء غير مرغوب بها، ولكن ما تحذف لي اجزاء كاملة من الصورة، فقط تصحح لي الاماكن اللي بها شوائب او بها يعني اشياء غير مرغوب بها. وعدي القائمة اللي بعدها اللي هي الريد اي، اذا كان عندي تأثير العين الحمراء اللي صاير بسبب الفلاش اقدر احذفه. ايضا اضغط على اللون على العين الحمراء وتنحذف من عندها اللون الاحمر. وعدي هذني الخانتين، هنا خانات التصميم، عندي هنا التكست اقدر اضيف تكست كتابة مثلا. انجلز مثلا نقول دان، نجيبها مثلا نكبرها بالشكل اللي احنا نريده. طيب من انا داخل على الفون على الخط اقدر تطلع لي قوائم فرعية من ضمنها الفونت، اقدر اسوي سلكت للفونت، احدد التكست، واقدر اختار فونت معين، نمط كتابة معينة، وايضا الكولرز. بس خلينا نرجع لي هذا، نروح للكولرز، ايضا نقدر نختار كولر معين. مثل هذا اللون، والالاينمنت اللي هو شنو اذا اردت سنتر او ليفت او رايت الكتابة اذا اكثر من سطر، فهذا الالاينمنت اللي موجود. طيب بالنسبة لمن للتكست، هاي اذا اريد اضيف تكست اضيفها بهالطريقة هذه. طيب اللي جنبها اللي هو الاستيكرات، اقدر اضيف ستيكر معين، اكو عندي مجموعة ستيكرات، بارتي، فينجر، فود، تشوفون هاي الاستيكرات اللي موجودة، اقدر اضيف اي ستيكر يعجبني، يكون مثلا طيف قلب مثلا هذا، واصغره بطريقة ثانية انه اضغط باصبعين واقلل المسافة بين الاصابع، بهالطريقة اقدر اصغره. جيب مثلا هنا واروح للتكست من جديد، اضغط على التكست غير زاويتها شوية. طيب هسه اللون ما متناسق، السبب انه اختارين اللون قريب على الحمار، فلازم اختار لون حار للكتابة. طيب بهالطريقة هذه نقدر نقول تمام.
وهذا نقدر نجرب بها، انتم على راحتكم بعد جربوا شلون تقدرون تصممون اشياء من خلال هاي الاستيكرات ومن خلال خلال الاستيكرات اللي موجودة، من خلال التكستات، شوفوا اللي تريدوه انتم والطريقة اللي تريدون تصممون بها بهالطريقة. طيب هذه بالنسبة لمن؟ بالنسبة لهذا القسم اللي هو الاستيكر، وعندي قسم الإطارات اللي موجود، وأيضا هذا عبارة عن فريم، لاحظون عبارة عن فريم عادي، مجموعة فريمات موجودة. نرجع لمن؟ نرجع لقائمة الكولر كوركشن، نفتح الصورة من جديد، راح ندخل على الكولر كوركشن اللي هو رابع قائمة هذه. طيب شنو اللي موجود عندي؟ موجود عندي فوق عندي أربعة من شنو؟ من القوائم الأساسية، أوكي؟ أربع قوائم أساسية، وفي كل قائمة أكو مجموعة أوبشنات، أوكي؟ بهالطريقة هذه راح أدخل أول وحدة كوركشن. كوركشن شنو اللي بيها؟ بيها مجموعة من القوائم هاي اللي قد أو من الأوبشنات اللي قدامكم. عندي أول وحدة كلاريتي، الكلاريتي هي شنو؟ هي الوضوح. الآن راح نزود الكلاريتي وتشوفون التفاصيل اللي راح تطلع على الصورة. تلاحظون هسه من نجي هذه الصورة الأصلية، وهذه الصورة بعد ما أضفنا لها كلاريتي، يحاول قدر الإمكان يزود التفاصيل اللي بالصورة، أوكي، والحدود. لكن هذا مو دائما أقدر أستخدم من عنده كمية عالية، فنقدر الكلاريتي نخليها شيء بسيط جدا بحيث نحافظ على الصورة الأصلية، ما نخليها تتضرر يعني، لأن إذا صعد الكلاريتي تلاحظون إنه بديت أخسر هنا تفاصيل، أخسر هنا تفاصيل، أخسر هنا تفاصيل. إذا تلاحظون هنا طلعت عندي تفاصيل غير مرغوب بيها بالرقبة، تلاحظون هنا شكل جيد، التفاصيل متوزعة، بس من أصعد الكلاريتي تشوفون إن بدأت التفاصيل تطلع غير مرغوب بها. فبالتالي إنه ما يعني أحاول إنه ما أستخدم من عنده هواية، ولكن أستخدم من عند نسبة جدا قليلة على مود تبدي التفاصيل تظهر عندي بهذا الشكل هذا. فأول واحد قلنا كلاريتي اللي هو شنو؟ الوضوح ودقة الوضوح. الشاربنس اللي هو الحدة، الشاربنس أيضا إذا زيد على الشاربنس تلاحظون بدأت تفاصيل غير مرغوب بها تطلع عندي، فبالتالي ايضا ما اقدر استخدم من عنده هواية. من الحدة اقدر الحدة استخدم من عنده شيء بسيط، يكون مثلا 8 9 7 بهالرينج هذا. فعدي الان شنو؟ عدي الكلاريتي اللي قلنا عليها الوضوح، والشاربن اللي هو شنو؟ شاربنس او شاربن اللي هي الحدة. طيب عندي اثنين ريديوس بريديوس، عندي الاولى ريديوس لوما نويز، والثانية ريديوس كولر نويز، يعني يحذف لي النويز او الضوضاء من الصورة من مناطق الاضاءة، ويحذف لي اياها من مناطق الكولر. طيب اذا رحت لي اول واحدة راح ابدي ازيد عليها، تلاحظون بدأ يصفي الصورة، ينطيها كأنها فلتر، بس قد يكون هذا التأثير أنا أبحث عنه، وقد يكون هذا التأثير غير مرغوب به إذا كنت أريد تفاصيل السكين والجلد تبقى موجودة، فأستخدم من عنده فتشية بسيطة أيضا. وأيضا هذا ريديوس كولر نويز إذا كان عندي صورة بها ضوضاء بالألوان، وعادة تكون هاي بالصور المظلمة، إذا أنا مصور صورة بالمكان مظلم راح تبين عندي ضوضاء باللون أو الألوان، فأقدر أوخرها من هذه الخيارين. عندي الدي هيز، أوكي، الدي هيز هو شنو؟ الهيز بالتحديد هو تأثير فيزيائي. إذا تلاحظون مثلا الآن هذا جبل او هاي الصورة بالتحديد، تشوفون انه هذا اللون اللي هنا مو نفسه هو هذا اللون هنا، مع العلم بالحقيقة هذا اخضر وهذا اخضر، لان هاي شجرة وهاي شجرة. ليش؟ لانه الاماكن البعيدة كل ما تبتعد اكثر عني، كل ما تبدأ الضوء اللي يجيني من عندها يبدأ يخسر color information، يعني بعد ما يحمل لي فقط الشيب، فقط الشكل مالتها، ما راح يقدر يحمل لي الكولر مالتها، اللون مالتها. فلهذا السبب الاجزاء البعيدة تبين عندي فقط شيب، يعني فقط اشكال بهذه الطريقة، وما اعرف لونها الاصلي شنو. الان لو كنت
الآن أنا أعرف هالشجرة، فالشجرة تكون خضراء، ولكن لو كان أي شيء هنا أنا ملون ما راح أقدر أعرف لونه، لأنه فقط أعرف شكله. ليش؟ لأنه بعيد عني، بعيد جدا. فلما يكون بعيد جدا راح يصير بيه ظاهرة الهيز، الهيز اللي هو هذا اللي قدامكم. فمن أقول دي هيز، دي هيز يعني شنو؟ إزالة الهيز هذا اللي موجود، أو قدر الإمكان سحب من عنده جزء. أوكي، يحاول قدر الإمكان يمتص من هذا الهيز ويرجع لك الصورة بشكل جيد. عادة هاي تكون إذا كان عندي نسبة الهيز بالصورة قليل، فأقدر أرفعه بها بهذا الفلتر الدي هيز. الجرين، الجرين اللي هو شنو؟ الجرين هو النويز عكس الدي نويز. الآن من أزيده راح يضيف لي نويز هذا. أوكي، الجرين يضيف لي نويز بالصورة، والريديوس كولر نويز والريديوس لوما نويز يحذف لي النويز من الصورة أو من قنوات الصورة. فهذا الجرين. الفيد، الفيد هو شنو؟ الفيد عبارة عن رفع مستوى اللون الأسود بالصورة، فبالتالي راح تلاحظون الأماكن السوداء راح تتفيد، الصورة تصير ووش يعني تنغسل كأنما. أوكي، الصورة مغسولة من الألوان وأيضا مغسولة من الإكسبوجر. هذا ممكن في حالات معينة أقدر أستخدمه أو أشوفه إذا ينفع فكرتي اللي دا أصور عليها. الإكسبوجر، الآن راح نبدا بالمصطلحات اللي قلت لكم مشتركه. طبعا هذه المصطلحات كلها موجوده يعني الان من اي برنامج يقول شاربن فهو نفس المصطلح ونفس العمل، من يقول كلاريتي نفس المصطلح ونفس العمل، وايضا دي هيز والجراند كلهن والفيد كلهن نفس المصطلح ونفس العمل بكل البرامج اللي موجوده. ولكن عندي بالنسبه للكنترول، الاكسبوجر كنترول، خلينا نقول السيطره على اناره الصوره او مناطق الاناره بالصوره، فهي هاي الافكتات اللي راح ناخذها الان تشترك بها كل البرامج. اول وحده اللي هي الاكسبوجر، الاكسبوجر يعلي لي وينصي لي مستوى الاضاءه بشكل عام بالصوره، مو على زونات يعني مو على الزون الاول والزون الثاني، وانما على الصوره بشكل عام ينزل لي انارتها ويصعد لي انارتها بهالطريقه. طيب الاكسبوجر قلنا شنو؟ بشكل عام يتعامل ويا الصوره وينزل لي انارتها ويصعد لي انارتها. كونتراست، الكونتراست شو يسوي؟ انتبه لهاي المفرده، الكونتراست يقلل اناره الظل ويعلي إنارة الضوء، فهمتوا؟ يقلل ويعلي بنفس الوقت. فايش راح يبين عندي؟ انتبهوا إليه، شوفوا هاي الأماكن المظلمة، هاي الأماكن اللي قريبة على اللون الأسود، وشوفوا الأماكن اللي بيها ضوء. من راح أرفع الكونتراست هذه الأماكن المظلمة راح تكون سوداء، والأماكن اللي بيها ضوء راح ترتفع، تشوفون؟ نفس الوقت. فيصير عندي أشبه بالحرق، أحتاجه في بعض الأحيان إذا كان عندي الكونتراست ضعيف بالصورة بهالطريقة بهالشكل هذا، فأقدر أصعده يعني أبرز ملامح الصورة من جديد. فعندي الإكسبوجر قلنا على كل الصورة يصعد الإنارة ويقللها، الكونتراست انتبهوا ينزل الإنارة بمناطق الظل ويصعد الإنارة بمناطق الضوء. الآن عندي هايلايت وشادو، وايت وبلاك، ذني أربعة، انتبهوا ذني أربعة. الآن خلي نشرح فد شي بسيط. انتبهوا يا فد شيء، الآن لو كان عندي هذا هنا أنا أسود وإلى أعلى هذا أبيض، أوكي، وعندي هنا أنا اللون الحقيقي يكون مثلا الأصفر أو أي شيء، اللون من يتجه للأبيض هاي المنطقة، هاي المنطقة يسموها هايلايت الى ان يوصل لمن؟ يوصل للوايت. يعني خلينا نقول هذه المنطقه وايت، هذه المنطقه هايلايت، وهذه المنطقه يصلحوا لها، ساعطيكم مصطلح شنو يسموها المتون، بس خلينا ناخذها هناك. ومن يتجه اللون للاسود، تمام، هذه المنطقه يسموها شنو؟ شادو، وهذه المنطقه اللي حد الاسود يسموها بلاك. فالشادو هي مناطق الظل الاقرب الى اللون، والهايلايت هي مناطق الضوء الاقرب لمن؟ ايضا الى اللون، والبلاك مناطق الظل الاقرب الى اللون الاسود، والوايت مناطق الضوء الاقرب الى اللون الابيض. فخلينا نقول هيك انه عندنا اربع زونات، بالحقيقه اكو زون بالنص اللي هو هذا اللي هو المتون، قلكم عليه اللي هو مال اللون، اوكي، اللون الحقيقي هذا المتون مت. فعندي الزون الوسطي مال اللون اللي هو المتون، وبعد ذلك يجيني هايلايت، اذا اصعد باتجاه اللون الابيض يكون هايلايت، وبعد الهايلايت يجيني زون اسمه الوايت.
واسفل من اتجه للشادو فراح يجي مناطق الظل الاولى اللي هي الشادو، وبعد ذلك يجيني مناطق الظل الثانية اللي هي البلاك. ان شاء الله تكون واضحة. فهذه بالترتيب اللي نشوفها، هايلايت شادو وايت بلاك. فعندي هايلايت منطقة اللي هي بعد اللون باتجاه اللون الابيض، وعندي الشادو اللي هي المنطقة اللي بعد اللون باتجاه اللون الاسود، وعندي الوايت اللي هي المنطقة اللون الابيض العالي المرتفع، المنطقة اللي هي قريبة على اللون الابيض، والمنطقة القريبة على اللون الاسود البلاك. ذني 4 زونات. فمن اجي اسحب مثلا هايلايت، تلاحظون انه اسحب هايلايت يطفي لي الصورة، يسحب لي الى نارة غير مرغوب بها مثلا. والشادو ايضا اذا تلاحظون مثلا مناطق الظل هنا، من راح ارفع الشادو تلاحظون اقدر ارفع بها الشادو بهالطريقة. واجي المن الوايت والبلاك عادة ما نستخدمهم الا اذا اضطرينا، الا اذا كان عندي اوفر اكسبوجر او كان عندي اندر اكسبوجر، يعني خلينا نقول كانت الصورة عندي جدا مظلمة او جدا بها سطوع عالي، فاقدر استخدم البلاك والوايت. وبعد ذلك يجي عندي تمبرتشر. التمبرتشر شنو؟ عبارة عن درجة الحرارة مال الالوان، اقدر اسحبها للون البرتقالي فتلاحظون ان درجة حرارة الالوان كلها ارتفعت، واقدر اسحبها للون الازرق فبالتالي درجة حرارة الالوان كلها انخفضت. اوكي. التنت ينطيني تنت، يعني درجة لونية على اللون خلينا نقول الماجنتا اللي هو اللون الوردي او البنفسجي، ماجنتا يسموه، او اروح الى الاخضر الجرين تلاحظون، فاقدر اعادل الالوان مثل ما اريدها بهالطريقة. طيب الان بعدنا بالكوركشن، نقدر نروح للفابرنس اللي هو شنو نسبة اشعاع اللون. تلاحظون نسبة اشعاع اللون، وعندي الساتوريشن اللي هي نسبة إشباع اللون كله. الآن عندي انتهت هاي القائمة مال الكوركشن، مثل ما قلنا مراجعة سريعة، عندي الكلاريتي الوضوح، شاربنس الحدة، الريديوس لوما والريديوس كولر، ذني خاصات بحذف النويز أو حذف الضوضاء من الصورة، يعني النقاط اللي تطلع بالصورة. وعندي هيز قلنا عليه، الهيز اللي هو الظاهرة الفيزيائية اللي يصير انه من يبتعد جسم عنك تبدأ تخسر الألوان مالته، ويبدأ يكون شكل فقط شكل، فهذا يحاول يرجع لي جزء من عدها. الجرين يضيف لي نويز على الصورة، الفيد يسوي ليها واش اوت يعني يغسلها بحيث يرفع لي مستوى اللون الأسود بها. وعدي ذن المصطلحات الخمسة اللي قلنا عليها، الاكسبوجر يعلي لي كل إنارة الصورة، الكونتراست اللي شنو يرفع لي إنارة الضوء ويقلل لي إنارة الظل، وعدي الهايلايت والشادو والوايت والبلاك، ذني المناطق الاربعه مال الضوء اللي قلنا عليها، المناطق المضيئه المناطق المظلمه، وهذه نقدر نتحكم من هذه الاربع مناطق او زونات. وعندي التمبرتشر اللي هو درجه حراره اللون، وعندي التنت اللي هو شنو الزحف اللوني اللي يزحف لي على الماجنتا او عن طريق الجرين، يعني يا اما جرين يا اما ماجنتا. التمبرتشر ينطيني ازرق وبرتقالي، والتنت ينطيني خلينا نقول وردي او بنفسجي واخضر اللي هو الماجنتا والجرين. وعدي ساتوريشن وفايبرنس، هذني شنو؟ هذني عباره عن الاشباع اللوني والاشعاع اللوني. طيب بالقائمه الثانيه بعد كوركشن عدي قائمه شنو؟ عدي السبلت تون. سبلت تون عباره عن شنو؟ يقول لك هاي مناطق الظل وهذه مناطق الضوء، فتقدر ترفع من عندها وتلون مناطق الظل والضوء فقط. مثلا اريد مناطق الظل اللي عندي هنا بالصوره تكون بها لون ازرق، فاقدر اسحب على اللون الازرق بهالطريقه، راح يبين عندي اماكن اللي بها ظل، هذه الاماكن راح تكون يضاف عليها لون ازرق بدون ما ياثر على بقيه زونات الصوره. وايضا الهايلايت مناطق الضوء اللي هنا عندي اقدر اضيف بها مثلا حمار اوكي او برتقالي بهالطريقه هذه. فاشوف مثلا هذه كانت الصوره الاصليه، وهذه بعض التعديلات اللي جريناها الان، وهذا يفيدني هواية من أريد أنطي مودات للصورة، يعني أنطيها مود معين، أريد الظل مالتها يكون مثلا بارد والضوء يكون حار، فأقدر أنطي الضوء مالتها لون حار والظل مالتها، الآن أنا منطي الظل لون أزرق مثلا والضوء أنطي لون برتقالي أو بهالطريقة. تلاحظون هذا الإفكت المشهور اللي موجود على الانستغرام.
بلار هو شنو؟ هو التضبيب، يعني يضبب لي الصورة مثلا بهالطريقة هاي. تلاحظون انه الاماكن اللي خارج هاي الدائرة راح تبدأ شنو؟ تبدأ تخسر انفورميشن، وهذا فد شيء مرة تحتاجه حتى تخلي الفوكس يكون او تركيز المشاهد على المنطقة اللي بداخل الدائرة. اوكي، بهالطريقة هذه. و طيب عندي هذا الراديال وعندي الفول. الفول ينطي لكل الصورة بلر بهالطريقة، والراديال يعطيني بشكل دائري. الفنتن اللي هو شنو؟ اللي هو الاطار الخارجي اللي سوفنا او اللي استخدمناه بالادوبي فيكس، مجرد انه ينطي اطار للصورة بشكل خارجي. وطبعا ها باوبشنات هذا الاطار، الميد بوينت مالته والفذر، الشفافية مالته، اوكي، الراوندنس، لان يكون خاصات بهذا الاطار. وايضا هذه بشكل عام، خلينا نقول نقدر مثلا هنا نكتب كتابة، نكتب كيوت وات كيوت الأذان هنا مثلا، نضيف عليها نريده هذه مثلا، عندي نضيفها بلون مثلا، ونضيف مثلا نضيف هاي الوردة مثلا، أو نقلل حجمها نجيبها هنا مثلا. أي شيء أنت تقدر تصممه أو تقدر تضيف عليه اللمسة اللي أنت تريدها. هنا حجم أصغر، نجيب هنا نسوي روتيشن حجم أصغر هنا هيجي، والمفروض انه نرجع للتكست يكون هيجي مثلا. تقدر تقول له شير وتختار شير، واذا انت مصور فتقدر تختار لك لوجو من هاي اللوجوات اللي موجودة وتكتب اسمك عليه ويظل ثابت لك. هذا كل ما تسوي مضاف عندك بهالطريقة، وخلاص تقدر تقول سيف تو جاليري او تسوي له شير على اي جهة معينة. سوري، سيف تو جاليري. طيب والله بمحاضرات اخرى نتطرق للفرق بين هذا البرنامج واللايت روم، او شنو الاشياء اللي راح يضيفها لنا اللايت روم. اللايت روم متقدم جدا بالنسبة للتصحيح اللوني، بي كنترول اكثر على الزون، على الزونات، وكنترول اكثر عن الكلر بشكل عام، انه شلون تقدر تتحكم بكلر معين، تغير كلر معين واحد مثلا، او تقلب كلر الى كلر اخر، يعني لون الى لون اخر. فهذا ان شاء الله راح نحاول ناخذه في محاضرة. طيب اصدقائي، اشوفكم ان شاء الله على خير، ودمتم بخير وصحة وعافية.